في أن أذهب الآن إلى كييف حيث الدكتور ماكسيم يالي. دكتور ماكسيم، يبدو أنه يسمعنا الآن جيدا، دعني أتأكد من ذلك يا دكتور. تسمعنا؟ عظيم. طيب، أنا أحب أن أسألك سؤالا يليق بأكاديمي رفيع الشأن مثلك. هل تتصور أنه تصفية القادة في موسكو وكييف أو في إحدى العاصمتين دون الأخرى تكفي لإيقاف الدم المسفوك وإيقاف المعارك والحرب، أم أن هناك سيناريو فيه يصعد المتطرفون، اليمينيون المتطرفون، القوميون المتطرفون إلى سدة الحكم في هذا البلد أو ذاك، ويصبح الأمر أشد صعوبة بكثير، ويصبح اغتيال هذا القائد أو ذاك يصبح في الحقيقة مؤديا إلى عكس المطلوب منه؟ تفضل سيدي. في البداية تحياتي إلى استوديو القاهرة الإخبارية. أود أن أعقب على ضيفي وما ذكره. ما هي العمليات الإرهابية؟ العمليات الإرهابية على سبيل المثال الأخيرة عندما كانت كييف تعيش في سلام وتعيش في هدوء وتم توجيه ضربات عن طريق المسيرات ضدها، وفي الأسبوع الماضي عندما ضرب صاروخ تجاه بنية تحتية أوكرانية تسببت في قتل الأطفال والنساء. الهجمات الإرهابية هي عبارة عن قتل أكثر من 100,000 مدني في ماريوبول حيث تعيش أمي وأختي وأطفالي، وهربوا من الموت ولم يتمكنوا من الهروب أو الإخلاء. أود أن أقول لكم أن عشنا في خضم عمليات إرهابية روسية توجهها النظام بوتين وبقيادته وأوامره. وهناك موضوع آخر بناء على ذلك يمكن الإجابة على سؤالك. بالطبع قتل القادة ليس من شأنه إيقاف الحرب، ولكنها سوف تتركز بشكل أكبر وتؤدي إلى تصعيد أكبر، ولا سيما أن أوكرانيا ليست مهتمة بتنفيذ تلك العمليات الإرهابية أو قتل القادة. على سبيل المثال في الشهر الماضي روسيا أطلقت صاروخ باليستي ضد كييف ولم نتمكن من إيقافه. لدينا نظام دفاع جوي، وبالطبع روسيا كان من بمقدورها قتل الرئيس زيلينسكي وتدمير البرلمان ومقر إقامة زيلينسكي في أي وقت. لديهم السلاح المناسب، الصواريخ التي تمكنها من تنفيذ ذلك، والصواريخ الفرد الصوتية التي تمكن من قتل المدنيين الأوكرانيين. الطائرات المسيرة صغيرة جدا، لا يمكنها قتل بوتين الذي لا يوجد بالطبع في ذلك المكان. وبالطبع موسكو تحمي سماؤها من خلال أنظمة الدفاع الجوي، ولا تسمح حتى بالطائرات الصغيرة المسيرة للوصول، ولا تسمح أيضا بوصول الصواريخ لأراضيها. وخلال عهد الاتحاد السوفيتي موسكو كانت محاطة ومستعدة تماما لحرب نووية، وحتى هذه اللحظة يعدون لحرب نووية ضد الولايات المتحدة. فبالطبع يمكنهم الدفاع عن موسكو بكل قوة. ليس لدينا أي أسباب تدفعنا للتصعيد، ولا ليس لدينا أسباب لتنفيذ هذه العملية من خلال المسيرات. في الخريف الماضي كان هناك حادثة في جسر القرم، وروسيا بررت هذه العملية وهجومها على البنية التحتية المدنية والبنية للشبكة الكهربائية. فعلى سبيل المثال كان هناك بعض الدروس التي تلقاها
داخل بعض الملاجئ في بعض المناطق ولم يكن لدينا أي كهرباء أو إنترنت لعدة أيام. آلاف من الأوكران عانوا من انقطاع الكهرباء لشهور طويلة ولم يكن لديهم مياه للشرب ولم يكن لديهم ما يتدفؤون به خلال الشتاء. هذه هي ما تعنيه العمليات الإرهابية الموجهة ضد الشعب الأوكراني. وعددا من المدن مثل باخموت تعاني الآن وكما نقرأ في الأخبار. انظروا إلى مدينة باخموت، انظروا إلى مدينة ماريوبل. وصلت الرسالة دكتور ماكسيم، أشكرك شكرا جزيلا.